طبعا اليوم قمنا بجلستنا التشاورية لعام 2019 مع المشاركة من شركائنا وعملائنا نفس كل سنة اللي دائما يكونون متواجدين عشان يشاركونا بأفكارهم ويراجعون معانا خطتنا السنوية وخطتنا الاستراتيجية، واحنا دائما نقدر هذه الجهد لأنه يكون عنصر أساسي في تطوير خطتنا حق السنين القادمة، في تطوير استراتيجياتنا حق الفترة المقبلة إن شاء الله. طبعا احنا دائما نشكر تمكين على جهودها وعلى اسلوبها بالاخص في التواصل مع القطاع الخاص، ودائما انها تكون مستمعه، انها هي على اساس تطور برامجها وتاخذ ردود الفعل والاقتراحات من القطاع الخاص على اساس انه يصب في مصلحه البرامج اللي راح تقدمها في المستقبل. هي فرصه حق القطاع الخاص مع تمكين في تبادل الآراء، في الاستماع، في تعرف على بعض النتائج. فإحنا دائما نسعى أن يكون هاي التواصل يكون موجود، ويكون حلقة التواصل بيننا وبين تمكين مع القطاع الخاص تكون دائما شيء مستمر. منتدى تمكين التشاوري ساهم بشكل كبير في إعطاء فرصة للمهتمين وذوي الاختصاص لمشاركة تمكين بأفكارهم واقتراحاتهم لتطوير قطاعات القطاعات الكثيرة في البحرين. أحد الأفكار اللي وجدت الآن هي تطوير طريقة تقديم تمكين لخدماتها للجمهور، وأيضا الاستفادة من الأفكار المقترحة من قبل القطاع الخاص. وهذا ليس شيء غريب، لأنه شركة أو الشركات ساهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تطوير الكثير من البرامج المقدمة من قبل تمكين.